خلاص ياما هتخلصي لي الكارت، والله ما هديهم عقد نافع. اذا كان ولا انا ولا انت عارفين هو فين، هنقول لهم ايه؟ مش كده برضو؟ طيب يلا عشان شكل الجماعه وصل. يلا سلام ياما. اهلا 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 سيف باشا، شرفت. ما بتردش على تليفونك ليه يا هو؟ حضرتك كلمتني؟ معلش اصل انا ما بردش على النمر الغريبه. ما شاء الله ما شاء الله، ده انا جاي في اجتماع الخليه. حلوه الخليه دي يا سيف باشا. اتفضل تشرب ايه؟ ايه اليوفط اللي انتوا عاملينها دي؟ زي ما حضرتك شايف. حافظوا على نظافة مدينتكم. اجعلوا من الإسكندرية مدينة جميلة ونظيفة. حافظوا على نظافة الإسكندرية. ده إيه الاهتمام المفاجئ اللي بالنظافة ده؟ ما كانش باين يعني عليكم في مزارة أول إمبارح. إحنا قلنا بقى السياسة بقت بتزهق الناس، فقلنا نتبنى حاجة مفيدة للبلد. ده احنا حتى بنفكر نخلي الأسرة بتاعتنا أسرة بيئة، ولا إيه يا شباب؟ ده حتى شغل البيئة بيحبوه قوي بتوع أمن الدولة، ولا إيه يا سيف باشا؟ محمود أخوك هنا؟ حضرتك تعرف محمود منين؟ هو كان مع حضرتك في الجامعة؟ صحيح، ده حضرتك شرطة وهو هندسة. لا، محمود ما بيحبش يجي هنا، ما بيحبش جو العجمي أساسا. تعرفش محمود فين؟ اخر حاجة اسمعها ان هو في دمياط. دمياط؟ انتوا ليكوا قرايب في دمياط؟ لا، بس هو راح هناك عشان يبعد عن وجع الدماغ. شغال استرجي على قد حاله. مفيش مشاكل، وانتوا برضو ليكوا فضل كتير قوي على ناس في البلد دي. بركة فيكوا يا سيف باشا. حبيبي انت برضه يا ابو حميد، ما هنش عليك امشي من هنا بايدي فاضيه. الله اكبر الله اكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله اكبر الله اكبر. هو الراجل ده ايه يا عم قط؟ شيخ ولا شيوعي؟ امام ولا نقابي؟ وبعدين ازاي السلفيين والاخوان سايبينه يصلي بيهم من غير ما حد يعترض؟ ممكن يعترضوا على اي حد الا الاسطى عبد الناصر، اصل بصراحه الكل بيحبه، وبعدين طول عمره مش محسوب على حد. امال محطوط ليه في ملفات الشيوعيين؟ سيادتك عارف بقى لما حد بيغلط في الاول بيجي اللي بعده، يا اما يتكسف يصلحها او يكسل يصلحها، والغلطه بتفضل وبتتنقل من واحد للتاني. ده اللي حصل بالظبط مع الوسطى عبد الناصر. أول قضية اتمسك فيها كانت مع تنظيم عمال الشيوعي واتحسب عليهم، حتى بعد ما طلع براءة هو والتنظيم الورق فضل زي ما هو وما اتغيرش. لما أنت عارف الكلام ده ما قلتش ليه؟ سيادتك أنا ما أقدرش أتكلم إلا لما يتوجه لي سؤال، وسيادتك سألتني وأنا جاوبت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة. تقبل الله تقبل الله يا استاذ عبد الناصر. منا ومنكم يا سيدي. كمان تقبل الله. كمان كمان ان شاء الله. ايه بقى شكلها تطول يا ابو محمود؟ والله السؤال ده مش لي يعني، السؤال ده توجهه لياسر بيه. ياسر بيه، الناس هنا عايزين يطمنوا، هنصلي الفجر هنا بكره ان شاء الله ولا هنروح بيوتنا؟ تلاقيه نام يا عيني، تعب من كتر القبض علينا. ما هي شغلانه مش سهله برضو يا عمي. وانت بتقول فيها ده، النهارده شاف من ام محمود اللي ما شافوش في حياته كلها. حمد لله على سلامتها يا اسطى. الله يسلمك يا حبيبي. هي اخبارها ايه؟ الحمد لله،
هو حسين جاي من هناك وطمنوه، قالوا هتطلع في المستشفى خلاص، هي اتعودت على كده، كان الله في عونها. برضو ما قلت ليش هتطول المرة دي؟ شوف يا حبيبي، لو الزبون اللي جاي زيارته عدت بسلام وبقت عالي العال هنروح بيوتنا على المغرب إن شاء الله. أما لو عجلة فرقعت جنب الموكب بتاع سيادته، اللهم إنا قاعدين هنا عشاء ومغرب وفجر، والله أعلم. ربنا يجيب العواقب سليمة. والله القعدة دي كانت ناقصة محمود، هو فين؟ والله علم علمك، ما أنتوا عارفين أني أصلي أب ديمقراطي وده عيبي. ربنا يطمنا عليه يا رب. يا محمود، حودة، يا عبقاري، انت يا عم بقالك ساعة لازق جنب المطور في ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ ها؟ بقالنا ساعة طالعين بالمركب والمطور ما طلعت له الصوت هسة. قلتلك محمود دايما ينفي بوعده يا سالم. يا فرحة أمي بالمطور اللي ما طلعش هسة، طب ما الشبك كمان ما طلعش سمك. ولو قعدته عمرك كله عمرك ما هتطلع سمكة من المكان ده. ما أنا قايلك الحكومة مانعة الصيد شهرين عشان السمك شاحح وبتحافظ عليه، مصمم تطلع تصطاد من ورا ظهر الحكومة. طب أديني عملت لك المطور سايلنت، ها؟ نفعك بإيه بقى يا أخويا؟ يا بس يا أخي بس ما تكسرش مقاديفي. وأنت محتاج المقاديف أساساً فيها يا سالم؟ ما الموتور أهو. عمرك شفت موتور كاتم للصوت؟ ها؟ ده اختراع يا ابني، قنبلة الموسم. طب أقول لك، أنا عايز أسجله باسمي وأبيعه لأكبر شركة مواتير، وساعتها بقى يا واد يا سالم هشتري لك طن سمك وارميه لك في البحر عشان تصطاد براحتك. وأنا هستناك لحد ما تكسب الذهب، وأمي وإخواتي أكلهم منين؟ يا عم هي أمك أصلاً ليها في السمك؟ دي كرهته من عشرة أبوك. هتلاقي فراخ منين؟ ما أنا قلت هطلع من الطلعة دي بـ10 كيلو وقار أبيعهم للراجل بتاع أسماك البحر. عارف الوقار يا محمود؟ عليه طلب اليومين دول. أوف يا عم، وقار إيه بس وعليه طلب؟ وبعدين بقى لعلمك ده راجل غشاش، في واحد يكتب على محله أسماك البحار وكل سمك ومزارع. شوف بقى أنت خدتني في الكلام. المطور، إيه رأيك في المطور؟ ها؟ وبعدين يا سالم أنا مش عارف إيه اللي خلاك تجيبنا في الحتة دي، ما قلت لك في مصنع بيصرف في المية وهو ده اللي مطفش السمك يا أخي. ما هو احنا لو اصطادنا جوه البلد هيشوفونا، ولو شافونا هنتقفش. وبعدين ابويا قال لي الحته دي مليانه وقار يا سالم. مش ابوك غرق في الحته دي برضه يا سالم؟ لا، انا ابويا غرق الحته التانيه. طب في واحد ياخد بنصيحه واحد غرق يا سالم؟ الله يرحمه بقى، انت سمعت كلامه. ابتدينا. بقول لك ايه، انا المياه بتاعتي محفوظه، ها؟ عشان جرعه الندم والذكريات زادت، وانا حافظك. أول ما بتجيب سيرة أبوك بتبقى عايز تهرب من اللي عليك. ما حسستني إن أنت الوحيد اللي أبوه مات في رشيد. يا عم ده ما فيش أكتر من اليتامى هنا. يا ساتر عليك. خلاص يا أخي هديك المياه بتاعتك، بس نطلع بأي سمكاية من الحتة دي. وإحنا ليه نفضل في المكان ده أساساً؟ يا ابني بقول لك معاك موتور سايلنت، لو مشيت بيه في قلب الأسفلت ولا حد هياخد باله. يا عم خش بينا جوه البحر، خش وجمد قلبك. خش. عايز ايه من ام محمود؟ يا اخي تعال اقف جنبي شويه عشان تساعدني. اساعدك ايه يا اخي بلانيله؟ ده الشبك اللي طالع افضل من دماغك. وبعدين احنا اتفقنا، انا شغلتي الماتور وبس. عمرك شفت ماتور تنام جنبه وانت مطمن؟ طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبت لك، بس لو حد سال على محمود ابقى افرجه عن ماتور. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده، حوت ده ولا ايه يا سالم؟ ده صوت حوت. حوت ايه؟ الصوت جاي من المركب. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك، انت عملت كده ليه؟ ده لو دلوقتي في سمكتين في الميه وسمعوا الصوت ده هيطفش. ما تقلقش نفسك، انت عارف انت هتلاقيها بس حته اللحام فكت من مكانها. هخش اكتم لك نفس امه حالا. ايه ده؟ هو في ايه؟ انت عملت ايه في الموتور؟ زودت السرعه. انت ما شفتش خدنا الطريق اسحل ازاي يا سالم؟ الله يخرب بيتك، يا ريتك سبته زي الاول. اول ازاي يا ابني؟ مش قلت لي عايز تصطاد وقار من قلب البحر؟ انت واقف ترغي واحنا بنولع. طفي يا سالم، احنا بنولع. الله يخرب بيتك، لما انت افكارك.
والله يحرقك ويحرق يا دي مركب. ولا ايه والله ما خدنا سمكه من قلب البحر يا باشا. اللي جابك هنا؟ والله ما خدنا سمكه. ايه ده؟ هات العيال دي. تعالوا تعالوا تعالوا. انا جاي معاك. انا ما عملناش حاجه. انت عدو. والله ولا سمك. الحكومة صاحية تقول لي لازم اصطاد وقار. نفعك بقى الوقار يا اخويا. ها والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة سعادة الباشا في سوق تفاهة. والله ما خدنا سمكة من قلب البحر يا باشا. ده لو في سمك في البحر اساسا يا باشا. هو في سمك هيقعد في الدوشة دي؟ اكيد طفش يا باشا. هو ده المطار، هو ده المطار اللي هيبقى قنبلة الموسم. قنبلة يا فندم؟ قنبلة. الله يخرب بيتك بقى، دي الكلمة اللي افتكرتها من كل اللي قلته لك يا باشا. هو ما يقصدهاش بالمعنى الحرفي. هتلبسنا قضية إرهاب. بيقول إرهاب. إرهاب؟ يا رب نخرص كلنا في اليوم الأخبر ده. يا باشا أنا متوتر وخايف، أنا خايف أقول تنظيم القاعدة نروح في 60 داهية. محدش يقول له بقى إن المركب اتحرقت. هو أكيد سمع.